الريب ده بيعمل ايه؟ الريب ده راوتينج بروتوكول. اهو تعال كده ناخد اول راوتينج بروتوكول عندنا اللي هو راوتينج بروتوكول اسمه الريب. ده اول راوتينج بروتوكول هناخده. لو انا اتصورت كده ان انا عندي شبكه، الشبكه ديت فيها الراوترات ده اهو، ادي فرع والفرع دوت حواليه راوترين اهو، متوصل براوتر في فرع تاني، وهنا في شبكة، ومتوصل براوتر في فرع تالت، وهنا في شبكتين اهو. دي اللي انا عايز ارسمه. الشبكة هنا 192.168.1.0، الشبكة هنا 192.168.2.0، الشبكة دي 192.168.3.0، الشبكة دي 192.168.4.0، الشبكة دي 192.168.5.0، الشبكة دي 192.168.6.0، الشبكة دي 192.168.7.0. المفروض ان كل راوتر يوصل لكل الاجهزة، المفروض يبقى بكل راوتر في كم شبكة عشان كل راوتر يقدر يوصل لكل الاجهزة اللي في النتورك دي. يكون جوه الراوتينج تيبل بتاع كل راوتر في كم شبكة؟ 7، لو عدد الشبكات اللي موجودة عندك في الرسم. طيب هو باي ديفولت كده لما بنحط الايبهات بس ونسكت، كل راوتر بيبقى عارف كم شبكة اللي حواليه. يعني الراوتر ده هيبقى عارف 3، اللي هم الثلاثة والاثنين والواحد وايه، الراوتر ده هيبقى عارف الأربعة والتلاتة والخمسة والإيه، الراوتر ده هيبقى عارف الخمسة والستة والسبعة، صح؟ طيب عايزين بقى نعرف الراوترات على الشبكات البعيدة، بس ما نعرفهاش استاتيك. احنا كنا المرة اللي فاتت بنعرفها ايه؟ استاتيك. دلوقتي هنخش على حاجة اسمها الديناميك. تمام؟ الديناميك راوتينج بروتوكول. الديناميك راوتينج بروتوكول زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت نوعين، راوتينج بروتوكول داخلي، وده اللي بشغله داخل ايه؟ داخل الاوتونوميا سيستم او داخل الشركه عندي، وراوتينج بروتوكول خارجي، وده بنشغله بره. الاي جي بي مالناش دعوه بيه دلوقتي خلاص. الاي جي بي اللي بدخله داخل الشركه في منه نوعين، في منه نوع اسمه الديستانس فيكتور راوتينج بروتوكول، وفي منه نوع اسمه اللينك ستيت اهو راوتينج بروتوكول. احنا دلوقتي هنتكلم على نوع من انواع الراوتينج بروتوكول خاصه بالديستانس فيكتور، اسمه ايه اللي يا جماعه اللي هناخده دلوقتي؟ اسمه الريب فيرجن 1 وفي ريب فيرجن 2، وفي ريب بيشتغل مع الاي بي فيرجن 6 اسمه ريب ان جي. فالمفروض ان احنا النهارده نخلص الثلاثه دول. تمام كده. في حاجه تاني راوتنج بروتوكول شغال بمبدا الديستانس فيكتور تاني؟ في راوتنج بروتوكول اسمه الاي اي جي ار بي، ده هناخده ان شاء الله في البارت 3 اللي هو السمستر الثالث في الايه في الكورس. طب هل في بروتوكول بقى شغال لينك ستيت؟ ده هناخده اسمه الاوز بي اف. الاوز بي اف ده هنا في الكورس يا جماعه ثلاث شباتر، شابتر في السمستر الموجودين فيه ده، وشابترين فين؟ في السمستر 3. انا مش هسيبه بقى، اول ما ابدا فيه المره الجايه هخلصه كله. حلو كده؟ تمام؟ طيب. الايه؟ الاي اس اي اس مش علينا. مش موجود في الكورس. له خمس ايام لوحده. تمام كده؟ في بروتوكول تاني هنا في اللينك ستيت اسمه ايه؟ خدناه امبارح، اسمه اي اس اي اس. ده مش موجود فعلا في الكورس. اللي موجود معانا الريب والاي اي جي ار بي والاوز بي اف. حلو الكلام؟ تعال نشوف الريب بقى. الراوتنج بروتوكول عندنا، اي راوتنج بروتوكول في الدنيا بيبقى له ثلاث مكونات. حاجه اسمها داتا ستراكشر، او جداول بيخزن فيها الداتا بتاعته اللي هي التيبلز يعني،
بيسموها داتا ستراكشر، وله مسج بيبعتها ما بين الراوترات وبعضيها، مسج رسائل. وفي كمان حاجه اسمها الجوريزم. يعني ايه الجوريزم؟ عشان يحدد احسن طريق لكل شبكه. يبقى اي راوتنج بروتوكول له كم مكون؟ 3: جداول بيرمي فيها المعلومات اللي بيجيبها من جيرانه، ومسج رسائل بيبعتها ما بينه وبين جاره، والجوريزم مكنه شغاله علشان تطلع احسن طريق. الريب فيرجن 1 مفيش غير جدول واحد بس اللي هو بيبنيه، اللي هو مين؟ جدول اسمه الراوتنج تيبل. ده الريب ما عندوش غير جدول واحد بس يبنيه، اسمه ايه؟ الراوتنج تيبل. ده فيرجن 1 وفيرجن 2 كل حاجه، ما عندوش غير راوتنج واحد، جدول واحد بس يبنيه، اسمه ايه؟ راوتنج تيبل. بيحط فيها يا باشمهندسه، بيحط فيه احسن طريق، البيست روت. احسن طريق لكل شبكه. حلو. طيب البيست روت ده بيجيبه منين؟ بيجيبه من الالجوريزم. طب الالجوريزم ده بيحسب البيست روت بناء على ايه؟ على مترك، على كوست. طب هي المترك بتاع الرب المعادله بتاعته هي ايه؟ هي هوب كاونت، عدد الراوترات اللي في السكه. فلو عندي شبكه بوصل لها بثلاث راوترات وشبكه بوصل لها براوترين، هو بالنسبه له الشبكه المراوترين دي احسن من الثلاثه. ده الرب كان لسه في البدايات خالص. تمام. الرب بيبعت تو مسج، مسج اسمها ابديت ومسج اسمها اكنولج. وخدنا ان الابديت بينبعت كل كام ثانيه؟ 30 ثانيه. فلما حد يبعت لك تحديث لازم ترد عليه بتاكيد. فالراوترات اللي شغاله رب لما حد يبعت لها تحديث بترد عليه بتاكيد. تمام كده؟ خلاص. والابديت بتاعنا هنا ايه؟ بريودك، كل 30 ثانيه زي ما شفنا المره اللي فاتت. تمام. تعالوا نرسم الرسمه بتاعتنا ونشوف ازاي الرب بيشتغل عشان نكمل بيت الشرح. الرسمه بتاعتنا هنرسمها ازاي؟ اهو هنيجي كده على الراوتر 2800. حلو كده اهو، ادي الثلاث فروع بتوعنا اهو، ونجيب السويتشات اهو. اهو ماشي معاك بالراحه خالص اهو. ونجيب الاجهزه اهي، والكابلات اهي، هاجي اركب سيريال زي ما كنا بنعمل. ها 13 راكب سيريال اهو، اركب سيريال هنا، اقفل الباور واشد سيريال، اركب سيريال اهو، اقفل الباور واشد ايه؟ سيريال اهو. واجي هنا اهو، سيريال 0 على 2 على 0 مع سيريال 0 على 2 على 0، سيريال 0 على 2 على 1، الحاجات كلها بناخدها اهو. تعال نحط ايباد بقى. احنا قلنا ايه؟ هنعمل هنا شبكه 192.168.1.0/كام؟ 24. الكتابه دي بتكبر من هنا كده تقريبا من فونت لا ليبل اهو. تعال كده نشوف 192.168.2.0/24 اه برضو متكبرش. اوبشن ايه ده؟ ما خزنش ليه؟ ما عملتش ابلاي.
بس فونت حلو كده قوي تمام اهو. ودي الشبكه الثانيه. الشبكه الثالثه اهي 192.168.3. طبعا اللي انا بكتبه ده يا جماعه ملوش اي دعوه بالبرمجه، ده ليبل ليا بس كده، صح الكلام؟ ها الشبكه اللي فوق دي كام؟ 192.168.4.0 استاش كام؟ 24. طب الشبكه دي كام؟ 192.168.5.0/24. طيب الشبكه دي 192.168.6.0/ كام؟ 24. الشبكه دي 192.168.7.0/24. حلو كده يا عم رضا؟ اهو تمام. لسه خالص في الاول خالص، ما عملناش اي حاجه، هنحط ايباد بقى زي ما كنا بنحط قبل كده. حلو الكلام. هنيجي على الراوتر ده هنحط له 1.1 و2.1 و3.1 اهو يا معلم. سي ال اي ونيجي كده انيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم اسميه كايرو مثلا، انترفيس فاست 0/0 اي بي ادرس 192.168.1.1.255.255.0 ونو ايه؟ ونو شوت داون يا شباب. اكزت نخش على الانترفيس الثاني فاست 0/0 على 1 اي بي ادرس 192.168.2.1.255.255.0 ونو ايه؟ شوت داون. اكزت انترفيس فاست زيرو سيريال بقى سيريال 0/2/0 اي بي ادرس 192.168.3.1 اهو. بس الانترفيس دي عليها كلوك ريت عليها الساعه، يبقى كلوك ريت 64000 بت بي ايه. طبعا دي خدناها قبل كده صح كده، وفهمنا ليه كلوك ريت. خلصت كده البرمجه بتاع الراوتر ده. اخزن اخزن ازاي؟ لا اما رايت لا اما كوبي. منين؟ رانين ستارت اب. طبعا بقى مش هاخدها كوبي بقى، خلاص اتاخدت مره. ازاي بحط ايباد الانترفيس؟ هديكم بس الجديد هو اللي كوبي في الوورد بقى تمام. طيب ده كده الراوتر الاولاني. اخش على ايه؟ اروق الراوتر التاني. الراوتر التاني هيبقى السيريال بتاعه واخد 3/1 لا 3/2، اصل اللي قدامه هنا خد 3/1، يبقى 3/2 و4/1 اهو 4/1 و5 ايه 1. حلو الكلام. تعالى يا عم خش عليه. نو انيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم طنط. حلو. انترفيس فاست 0/ايه؟ اي بي ادرس اللي هو الاربعه بقى 1.168.4. من 55 من 55 من 55 0 نو ايه؟ نو شوت داون. اكزت خش على الانترفيس الثاني. انترفيس سيريال 0/2/0 اي بي ادرس 192.168.3.2 55 55 55 0 ونو ايه؟ نو شوت داون. حلو. خش على الانترفيس اليمة الثانية. ايه هو؟ اكزت انترفيس فاست سيريال اسف انترفيس سيريال اليمة الثانية 0/2/1 اهو. بص يا محمد احنا حطينا الفاصل ده 4/1 3/2 ده السيريال 0/2/1 ماشي. اي بي ادرس 192.168.5.1 في 55 في 55 في 55 0 ونو ايه؟
مش هتضم ده عليك الكريت. لا عليك الكريت الساعه جامده. تمام كده. فنكتب الامر اسمه ايه؟ كلوك كريت 64000 ايه بير سكند ونو شوت داون. نعم الكابل. فاكر انت لما جبنا كابل سيريال وقلنا بيكتب يعمل الكابل الكيميائي يا محمد؟ فاكر السيريال لما دبسنا الاثنين سيريال ببعض كده؟ تمام. وقلت ده بينكتب يا اما الكابل اللي متوصل بيه الكيميل. طب انا في الباكت تريسر بعمله ازاي؟ وانا في الباكت تريسر بجيب الساعه دي. لما اجيب الكابل ابو ساعه ده اهو خدناه مره قبل كده. لما اجيب كابل ابو ساعه ده يا محمد اللي هبدا الانترفيس اللي هبدا مش دي كابل بيتوصل بين الاثنين انترفيس اللي هبدا من عندها توصيل هو ده اللي هكتب من عنده ايه؟ هكتب عليه ايه؟ كلوك ريت. فهمتني كده؟ طب في الحقيقه اكتب على انه واحد فيهم اللي متوصل بالفيميل. في اي حاجه تاني مش واضحه؟ قول. طيب انا بقول انا حاسس ايه؟ يعني جاي متاخر وكمان هتقعد تسلع على الراجل؟ والله العظيم لازم نعدي. ها؟ والله العظيم مش هنعدي. والله العظيم مش هنعدي. ايه مزرعه تعبول ولا ايه؟ لا والله طلعت المجمع كله هو الاسم. طيب ماشي. خلاص جوه الاسم. يلا كده نعمل ايه؟ رايت. خلاص كده. خلصت كده طنطا. تعال نروح على مين؟ على الراجل ده. الراجل ده عليه انترفيس واخده 5.2 وانترفيس واخده 6.1 وانترفيس واخده 7.1. هنعمل ايه بقى؟ هنروح على السي ال اي اهو نقول له نو. لا اضحكوا بقى احمد بقى اللي احنا اللي انا جاي بدري عشانه ساعه جه هنا واستاذن ومشي. لا احمد في مشكله. بقول لوالده. بقول لوالده عنده مشكله. لا ما اعرفش احمد كان في مشكله. كونفيجر هوست نيم اسمي ده اليكس انترفيس فاست 0 على 0 اي بي ادرس 192 168 5 1 255 255 255 دوت 0 ونو ايه؟ نو شوت داون. تمام؟ نروح للانترفيس اللي بعده اكزيت انترفيس فاست 0 على 1 اي بي ادرس 192 168 الزيرو على واحد واخده اي بي من كام؟ من 7 ودي من 6 صح الكلام؟ اللي ده من 6 ولا من ادانا كام؟ السيريال 5 المفروض دي 6 صح؟ طب دي نديها 7 الاول وبعدين نطلع ايه؟ نغير في اللي فوق اهو ماشي ونو ايه؟ شوت داون. المفروض يا اللي هي الانترفيس الفاصل العاديه اللي هي الاولانيه تبقى ايه؟ تبقى 6 اي بي ادرس 192 168 6 1 55 55 255 دوت 0 ونو ايه؟ نو شوت داون. حلو. طب السيريال بقى يا معلم انترفيس سيريال 0 على 2 على 1 اي بي ادرس هي كانت هنا دي 5 1 يبقى دي 5 كام؟ 2 اهو. انترفيس اي بي ادرس 192 168 دوت 5 دوت 2 من 55 من 55 من 55 دوت 0 ونو ايه؟ نو شوت داون. ايه؟ اي بي بس عمال احط اي بي بس كل ده قديم. امبارح جيت اخش على الدكتور قلت لك يا باشمهندس انت والله لا قفلت البيت ولا حاجه مش عارف ايه اللي حصل؟ انا كده شبه يا ابني ما انت اسمعني ما انت في عندك في حاجه في الاوبشن في الفيديو بتهديه اه خلي ماشي كمل ماشي لا بس انا ماشي وراك حاضر حاضر انا مش عارف خد راسك بس على الشاشه انت عارف انا بعمل ايه بقى طول ما انا قاعد حط البتاع في ودني وعمال اضغط مسطره اوقف الفيديو خالص اكتب الكوماند واخلص وبعدين اشغل معاك كده فاهمني خلاص بس انا هذا هذا خالص بس ده قديم ده قديم خلاص. طيب كده احنا حطينا ايبهات لكل الانترفيس بتاعه الراوتر هنيجي على الجهاز ده بقى نحط له ايبهات تيجي نحط ايبهات الاجهزه بالمره بقى اهو هنيجي نقول له 192 168 1 2 اه
اهو تمام. والاي بي هتبقى ترفع الكوماندات مع الحاجات يا محمد والنبي ماشي مع الفيديوهات وردلس وردلس لا ما كانش فيه نوبات القديمة بقى لو انت عايزها اول نوبة تاخد ورد مين حاضر حاضر هجيبها لك موجودة معي ورد وانا اللي اديته لك اهو اهو 4 1 طيب الراجل ده 6 2 صح كده اهو 192 168 6 2 اهو وهنا 192 168 6 1 الراجل ده 7 2 اهو 192 168 7 2 وهنا 192 168 بص 7 كام؟ بص 1 حلو الكلام كده؟ طيب لو جينا بعتنا مسج من هنا لهنا مش توصل ليه؟ لان طبيعي ان كل واحد عارف اللي حواليه بس انما انت عايز تقول له يبعت فين؟ في فرع هناك بعيد الراوتر يقول لك ما اعرفكش الراوتر ده يا عم بس ما عارف مين اللي جنب الراوتر ده عارف مين اللي جنب الراوتر ده عارف مين اللي جنب صح كده لسه ما عرفتوش لسه ما عرفتوش ايه اي بيرد الله يكرمك اعرف الشبكات كلها لو انا امبارح زي امبارح هعمل ايه هاي خليكم معايا يا جماعه عشان الفيديو بس اي بيرد واكتب الشبكه دي واكتب الشبكه دي واكتب الشبكه دي واعرف الراوتر على الشبكات البعيده عنه بس النهارده احنا هنخش على حاجه اسمها الريب عايزين راوتنج بروتوكول جديد اسمه الريب تمام ان احنا نخلي العمليه تتم اوتوماتيك لا من غير ما اكتب اي بي روت بايدي يعني اخلي الراوترات تتعرف على الشبكات البعيده من غير ما اكتب اي بي روت بايدي تمام ها خلاص كده طيب تعالوا نخزن الرسمه دي كده عشان لو حد عايز يشتغل عليها في البيت اهو بيزك دايناميك راوتينج بروتوكول هناخد النهارده نطبق عليها ايه الرسمه دي نطبق عليها الريد مع ان الرسمه دي مش هي الاساسيه لسه الرسمه الاساسيه جايه. ده من مصطفى مين؟ جاي من مصطفى يلا عايز اشغل الريب بقى بمنتهى البساطه هاجي على الراوتر الاولاني واقول له ده الجديد بقى اهو كونفيجر تيرمينال راوتر مسافه ريب ايه؟ الريب ده راوتنج بروتوكول سوفت وير بنزله على الراوترات عشان كل راوتر يدي الشبكات اللي عنده للي جنبه. ما خدناهوش عملي بقى. خدناه ازاي نشغله امبارح؟ ما خدناهوش. فدلوقتي كل راوتر عارف الشبكات اللي معاه اللي في الموقع. عايز اخليه يعرف الشبكات البعيده. قال لك قدامك طريقين لا اما تعرفها له ستاتيك بايديك لا اما تعرفها له دايناميك. دي كانت الشجره بتاعتنا يا معلم لو انت شفتها في الفيديو امبارح. لا اما الدايناميك كان في منه طريقين. الاي جي بي لاي جي بي اي جي بي داخل الشركه اي جي بي ما بين الشركات وبعضيها الاي جي بي كان منه نوعين ديستانس فيكتور ولينك ستيت الديستانس فيكتور في منه نوعين الريب فيرجن 1 والريب فيرجن 2 والريب ان جي دول اللي هناخدهم النهارده الاي جي ار بي موجود في السمستر الثالث تمام في اي اس اي اس مش موجود عندنا في الكورس في الاوس بي اف موجود منه شابتر في السمستر ده وشابترين في السمستر الجاي بس احنا هناخد الراوتنج بروتوكول نقطعه نخلصه حلو الكلام طيب ازاي اشغل الريب بقى يا معلم قال لك هتخش على الراوتر تكتب راوتر ريب وبعدين تكتب نتورك وتديله النتورك اللي حوالين الراوتر هو الراوتر ده حواليه كام نتورك 1 و3 و2 يقوم تقوم عامل كده 192 168 1 0 2 زيرو ثلاثة زيرو كوماند النتورك ده معناه يا معلم معناه ان انا بقول له يا رب انت عندك ثلاث شبكات ما تبعتهمش لا ابعت عليهم الابديت
ركز ونبر الله يكرمك هتخلص المحاضره بتاع النهارده وتقول لي ما هو يبعت شبكه 1 و2 و3. لا يابا مش هيبعتها، ما هو ممكن يكون عنده 4 و5 و6 مخزنهم عنده في الريب. كل مره بياخد الراوتنج تيبل بتاعه كله، فاكرين امبارح كان بياخد الراوتنج تيبل كله ويبعته فين؟ مره كده ومره كده ومره كده. فانا بقول له ايه يا رب، خد الراوتنج تيبل بتاعك كله وبعته مره على الشبكه 1، وبعته مره على الشبكه 2، وبعته مره على الشبكه 3. مش ده اللي بينبعت، ده دول الشبكات اللي بيبعت عليها. تمام، ليه دي اللي هيبعت عليها؟ ان هم دول الشبكات بتوعه. يا رب مره ابعت الابديت من الفاست 0 على 0، يا رب ما ابعت الابديت من الفاست 0 على 1، يا رب مره ابعت الابديت من على 3 0 على 3 0. طبعا احنا ما بنكتبش باسامي الانترفيس، ما بنعمل ازاي نتورك واسم النتورك الانترفيس بتاعك جواه بس. يبقى النتورك بيعمل ايه تاني؟ بيعمل ايه تاني يابا؟ بيخلي الرب ياخد الراوتنج تيبل بتاعه كامل ويبعته مره على الشبكه 1، لان كاتب انت كاتب نتورك 1 0 ومره على الشبكه 2 ومره على الشبكه 3. طب لو في واحد جه وما كتبش الشبكه 3، يبقى الرب مش هيبعت على الابديت، يبقى هيبعت في الناحيتين دول ومش هيبعت فين؟ هو. طب الابديت بتاعنا لما بينبعت بينبعت على ادرس كام؟ هو اي هينبعت على الشبكه 1 0 هينحط له ادرس برودكاست، فاكرينه 4255، يعني يروح لكل الناس المتوصلين على السويتش ده الريب فيرجن 1. فكان بيعمل مصيبه خدناه امبارح، صح كده؟ تمام اهو خلصت. انا خلصت كده، خلصت كده الراوتر الاولاني. كل 30 ثانيه رغيين بقى يقعدوا يرموا. ادي الكوماندات الجديده لسه النهارده اهي. يبقى اول حاجه عندنا عملناها قلت له راوتر ريب، وكتبت له مين؟ الثلاث كوماندات بتوع النتورك بتوعه. ده الراوتر الاولاني اللي اسمه كايرو. نروح على الراوتر الثاني اللي اسمه ايه؟ اليكس او طنطا. اهو هاجي اخش على الراوتر الثاني اقول له ايه؟ كونفيجر تيرمينال. راوتر ريب. الراجل ده حواليه كام شبكه؟ 4 و3 و5، صح؟ اهو نتورك بتاعتنا 192.168.3.0. لا زيرو ببعت شبكه، ها 4.0.5.0. تمام. طيب تعال ناخد ده كوبي ونحطه فين؟ في النوت باد اهو. يبقى ده راوتر ريب. الراوتر التاني اللي هو بتاع طنطا حريك كام شبكة؟ 3 شبكات اهو. بس نروح على الراوتر التالت. كونفيجر تيرمينال راوتر ريب. النتورك 192.168.4.0.5. لا ده 4 دي فوق، الله يكرمك. يبقى طب عايزين نشيلها نعمل ايه؟ نو قبلها اهو. هي مش موجوده المفروض ايه؟ انا بس بشيلها انها غلط، انما هي مش تعمل له حاجه، بس عشان ما يحصلوش مشاكل مع الايه؟ مع اللي فوق. امال الكنترول شيت 6 دي لما بتاع يكتب كوماند غلط وعايز تطلع منه يعني. بيستنى شويه. بيقعد يجيب لك كده انتربريت ما اعرفش ايه كده. لو عملت كنترول شيت 6 هيخرج يعني. من الكوماند خالص، يخرج من الكوماند خالص. لو راوتر علق معاك انت كده. لا مش كونفجريشن، الكوماند ده بس اللي بيتشال. يعني مثلا كتبت ايه كده مثلا؟ هو قمت كاتب ايه؟ نتورك ورحت جاي اعمل، لا انا عايز اكتب كوماند يخليه يعمل، انا مش فاكر، انا مش عارف هكتب لك كوماند يخليه يهنج. مش متعود على حاجه. مش جايب يعني. عايز اكتب لك حاجه هو بيقف ويقطع شويه ده بيخلص. مثلا تل نت مثلا 1.10 اي حاجه. مش عايز يعمل اي حاجه. كانك عارف انت كنترول الت ديليت.
حاجه كده. راوتر ريب النتورك بتاعتنا 192 168 5 0 و 6 0 اهو و 7 0 حلو. وناخد ده ايه كوبي كده ونحطه فين؟ في النوت باد اهو. هذا راوتر ريب وهذا التلاتة ايه نتورك بتوعي. تمام. طب كده يبقى كل تعرف على بعضه. طب تعالوا نشوف. لو جيت على الراوتر ده وقلت له شو اي بي روت، اوبا التلاتة دايركت كونكتد بتوعي وجاب لي اربع شبكات بعاد عني، اربعة وخمسة وستة وسبعة، بس مين اللي جايبهم؟ الار. الار ده اختصار الرب، صح الكلام؟ او الار ده اختصار الرب. جايب لك الشبكة اربعة وبين قوسين 120 واحد. ايه 120 وايه الواحد؟ الرقم ده اللي هو المترك بتاع الشبكة، القوس بتاع الشبكة، القوس بتاع الطريق. وعلشان الرب بيحسب القوس بتاعه بناء على هوب كاونت عدد راوترات، فالشبكة دي معناها بتبعد عنك كم راوتر؟ راوتر واحد. فعلا لو جيت بص للاربعة دي وانا واقف على الواحد، فين الاربعة؟ اهي انا واقف هنا عايز اروح للاربعة، عدى على كم راوتر في السكة؟ واحد. تمام كده. طيب ايه الرقم التاني ده؟ ال 120. ال 120 ده البريوريتي بتاع الرب. فاكرين المره اللي فاتت لما قلنا في بريوريتي للادمنستريتيف ديستانس للاستاتيك كان بكام امبارح؟ بواحد. لما كان عندي اتنين استاتيك كانت البريوريتي بتاعتهم بواحد، الاولويه يعني، او الادمنستريتيف ديستانس. الديفولت الادمنستريتيف ديستانس بتاع الرب بكام يا معلم؟ 120. ما انش فاهم برضو. تصور تصور استنه بس استنه بس الاول وبعد كده الرب. تصور كده لو انا عندي لو انا عندي لو انا عندي لو انا عندي الادمن جه انا عايز اروح للشبكه اللي ما بين باسم ومحمد دي، حلو. فلو احنا سيبنا الرب يشتغل هيعد كام راوتر في السكه كده؟ رضا وباسم الشبكه اللي ما بينكم، يبقى رضا وباسم اتنين. طب لو رحت من اليمادي هيعد كام شبكه؟ واحد اتنين تلاته صح اربعة. فالرب هياخد الطريق ده لان المتر بتاعته اقل، لان عدد الراوترات اقل. طب ايه رايكم بقى لو انت شغلت الرب ودخلت انت بايدك كتبت قلت له بنت بايدك استاتيك يا عم لو عايز تروح للشبكه اللي ما بين باسم ومحمد روح من المصادر التاني. الجدول بقى يخزن الطريق بتاع الرب ولا الاستاتيك؟ ليه؟ لا مش عشان كده، عشان البريوريتي بتاعته واحد الديفولت بتاعه، والبريوريتي بتاع الرب بكام؟ 120. طب انا لو عايزه ياخد الرب ويسيب الاستاتيك وانا بعمل الاستاتيك اخلي الادمن ديستانس بتاعه بكام؟ 121 122 زي ما كنا بنعمل امبارح. فهمتوها؟ بكتب 120 بتاع الرب. يبقى الرب يا جماعه عندنا البريوريتي بتاعته في 120 اهو. يبقى البريوريتي بتاع الرب، المثال ده فاهمكم الموضوع؟ تاني كده تاني كده. يبقى انا لو انا عندي راوتر اهو، والراوتر ده فينا راوترات معايا ولا كده؟ ها فينا راوترات اهو، راوترات اهو اهو اهو. ده كده ايه الطريق بتاعي اهو اهو. انت لو شغلت على الشبكه دي الرب وعايز توصل لمين؟ توصل للشبكه دي. لو طلع من فوق، لو انا واقف هنا اهو وطلع من فوق ده راوتر الثاني الثالث صح؟ طب لو جاي من تحت يبقى واحد اثنين ثلاثه اربعه. لا الرب يا معلم هيخليك تطلع من هنا على طول، هيحط لك الطريق ده جنبه الاكست انترفيس دي اللي هو السيريال 0 على 2 على 0. جه باسم بقى قال له لا
عشان توصل للشبكه اسمها 192 168 10 0 استاتيك بقى كتاب كده اي بي روت. الشبكه بتاعتنا اللي هي كام؟ 10 0 بصبنه مصر كام يا معلم؟ 3255 0. اطلع يا معلم من السيريال 0 على 2 على 1 اهو اللي هو ده. يا نهار ابيض احنا خدنا امبارح اللي بنحط في الراوتينج تيبل مش كل الطرق احسن طريق. طب هو لا ثواني ده هو الاول بيشوف البريورتي وبعدين الكوست. طب هيلاقي اللي فوق الرب مديهوله. الرب يا معلم اولويته بالنسبه لي 120. اما الاستاتيك اولويته بالنسبه لي كام باي ديفولت؟ خلاص يصدق الاستاتيك وما ياخدش الرب. ليه؟ لان الادمنستريتيف ديستنس اللي هي البريورتي بتاع الرب 120 بتاع الاستاتيك بواحد فاخد الاستاتيك. طب انا بقى لو انا عايز اخلي الاستاتيك بقب للرب يعني ياخد هو الرب ويسيب الاستاتيك كنت وانا بكتب الاي بي روت اكتب كده اي بي روت اسم الشبكه بالسبنت ماسك بالاكس انترفيس او كاتب جنبها كده 121. فاكر لما كنا بنعمل امبارح 1 و2 او 1 و10 بس انا كده لعبت في مين؟ في البريورتي بتاع الاستاتيك. طول ما هو ب 121 انا كده معومه عامل له فلوتنج فشغال على الرب. الرب يقع يروح ياخد ال 121. البريورتي يعني مثلا الستاندرد بتاع في حاجات ما ينفعش كده يعني 120 لو انا عملت دي 120 دي 120 لو هبتدي يخش على الكوست يخش على الاستاتيك يخش على الاثنين. لو على الرسمه هنا ممكن نجيبها ايه؟ نجيب الرسمه؟ حاضر. وجبنا هنا كامل ربطناه كده كده كامل هي الاولاني بتاع 120 انا مش عامل استاتيك خالص يا محمد هنا. ده انا بقول لك لو انا عامل استاتيك وعامل ريب هو هنا شغال على الريب بس لان مش بننزل غير الريب. لو وصلنا ده كده وهو بس بيبقى من هنا لهنا هيجيب لي دي الاولويه بالظبط عشان هو عارف ان شاء الله ده ان شاء الله ربطه بعد التاني هيروح عند على تاني. لا انا هقول لك اللي انا فهمته منك. يعني لو انا وصلت محمد بيقول يا شباب لو انا جيت كده جبت كابل هنا فين يا ابني الكابل اهو جبت ايه هنا وشديت هنا خلاص وانت بتسطب الرب صح؟ انت عايز تروح لاني شبكه السته؟ من هنا للسته ماشي؟ لو انا تحت من فوق بص كده واحد اثنين خلاص طب من تحت واحد يبقى يمشي من تحت واحد من تحت ليه من تحت؟ لان الاثنين مساويين في المتر في الرب الاول سنة الاثنين مساويين في البريوريتي ده الرب جايبه وده الرب جايبه 120 120 نبص على مين على الكوست اللي فوق الكوست بتاعه 2 اللي تحت الكوست بتاعه 1 يبقى الاول ببص على الايه على البريوريتي لو اللي جايبه لك نفس الراوتينج بروتوكول نبص على الكوست طب لو واحد الرب والستاتيك لا نبص الاول على البريوريتي لان الستاتيك بواحد ناخده طب لقينا الستيك ب 121 ما ناخدوش ناخد الرب اظن وصلت بقى تمام يبقى انا كده اهوت لو جيت عملت هنا ال 120 الاولين دي بتبقى البريورتي بتاع الرب الراجل ده الرقم ده المترك ده عدد الراوترات اللي لازم تعدى عليها عشان توصل لمين؟ للشبكه دي. طب الشبكه مثلا سبعه مين اللي جايبها لي؟ الرب وعشان كده 120 طب هي بتبعد عني كام راوتر؟ لو جينا نشوف كده سبعه دي بتبعد عني فعلا راوترين ولا لا؟ هنوقف هنا ادي الشبكه سبعه ها واحد اثنين بس نعم لو عملنا الشو اي بي هيجيبها لنا راوتر ولا هيجيبها واحد؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الشبكه يا واد هو انا حاسس حاطط ايباد للشبكه دي؟ لا لا اقصد لو هجيب بتاع تيجي نشوفها؟ والله تعال نشوفها عادي لا والنبي لازم نشوفه. كونفيجر انترفيس سيريال نقدر يا عم بس ان قاعد محمد مش مطمن طول الكرسي. اي بي دي ادرس 192 168 مثلا 81 اهو 255 255 255 0 نو ايه يا معلم؟ نو شوت داون حلو اكزيت خليك ناصح بقى بس في هنا قبل ما نعمل اكزيت في كلوك ريت صح؟ 2 على 1 كلوك ريت 64 بيت 1000 بيت بير سكند اكزيت وبعدين نروح ايه؟ راوتر ريب نحط الشبكه دي جواه احنا ما حطيناهاش جواه
مش دي شبكه جنب الراوتر؟ ايوه اهو نضيفها جوه الرب. تروح اليمه الثانيه نحط ايه 8 2 اهو اكزيت انترفيس سيريال سيريال 0 على 2 على 0 اي بي ادرس 192 168 8 2 اهو ونو ايه في الريب برضو راوتر ريب نتورك 192 168 8 0 عادي كمل عادي زي ما انت بتكمل. لوج طلعت يا اخي رساله طلعت من الراوتر كمل زي ما انت شغال ماشي ما تتلخبطش يعني كنت زمان بتلخبط ما تتلخبطش تمام لا 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 كمل اهو لو جينا مشينا الباكت منال هنا الراجل هياخد انا طريق بص كده اهو طب ليه خد الطريق اللي تحت الطريق اللي تحت هيعدى على كام راوتر انما اللي فوق هيعدى كام راوتر صح كده يا محمد تمام شغال شغال طيب انا بقى دلوقتي لو عايز اشوف شويه ترابل شوتينج بقى شويه صيامه لو عايز اشوف الراوتنج بروتوكول شغال هل هو ريب ولا الاوس بي اف ولا الاي جي ار بي عايز اجيب نوع الراوتنج بروتوكول شغال اعمل ايه لا شو اي بي بروتوكولز كنترول زد اهو شو اي بي بروتوكولز اهو لما عملنا شو اي بي بروتوكول قال لك ايه قال لك والله الراوتنج بروتوكول شغال اسمه ايه الابديت بتاعه كل كام ثانيه تمام خلاص هو كان هيبعت الابديت يعني كان فاضل له 0 سكند ويبعت الابديت الهولد داون تايم كام ثانيه الفلاش تايمر كام ثانيه اظن عارفين الكلام ده بقى الريب اللي انت شغال عليه ده 1 ولا 2 طالما بيسند 1 يبقى 1 يا معلم طالما بيسند 1 مكتوب سند ابديت 1 يبقى بيبعت الابديت بتاع ال1 مسج 1 مسج نوعها فيرجن 1 يبقى الابديت بتاعي فيرجن كام 1 حلو الكلام طيب الابديت بينبعت على شبكه كام 1 و2 و3 و8 ناخد ده كده كوبي الكوماند ده نحطه فين في الوورد اهو يبقى الكوماند ده علشان اتاكد او اشوف الراوتنج بروتوكول اللي شغال اهو الكوماند اسمه ايه شو اي بي بروتوكولز بيقول لك نوع الراوتنج بروتوكول شغال تمام بيبعت الابديت كل قد ايه صح كلام كده الفيرجن بتاعه 1 ولا 2 1 اهو تحت السند يعني بس كمنه وورد فالدنيا مش مظبوطه يعني هو المفروض يبقى ايه يبقى كده اهو ون ايه ونصغر ده شويه بس طبعا مش تيجي برده مظبوطه يعني لا ممكن تيجي على السند عشان السطر المسطره دي كده يعني ماشي كده يعني ماشي مفيش مشكله خلاص كده طيب ده كوماند اسمه ايه شو اي بي بروتوكولز طيب في كوماند تاني لو انت عايز تراقب الرب تراقبه يعني ايه تراقبه يا عم يعني اي مسج الرب يبعتها يطلع لك بها ريبورت على الشاشه وهو بيبعت الابديت بتاعه مش هو بيبعت له كل 30 ثانيه يطلع لك ريبورت على الشاشه بيستقبل حاجه يطلع لك على الشاشه ليه اصل في مشكله انت مش عارف تحلها فعايز تشوف هو بيعمل ايه بالظبط كانك بالظبط عملت جبت كاميرا وحطيتها على ايه على رضا فاي حاجه تظهر قدامك على الشاشه ايه رضا بيعملها نعملها ازاي دي بتيجي كده تقول له ديبج اي بي ريب ديبج ايه اي بي ريب تمام اهو قال لك الديبج يا معلم اشتغل بص خلاص هو شغال دلوقتي انا بلاقي بالريب دلوقتي اللي شغال على الراوتر ده
طبعا لو قعدنا للصبح مش هيجيب حاجة. ليه؟ لان فين؟ في السيموليشن. الكوماندات المفروض تتكتب فين؟ في الريال تايم. طيب خلاص عملت الريال تايم اهو، وريني بقى. يا نهار ابيض، قال لك ايه؟ سيندنج فيرجن 1 ابديت تو كام؟ تو 4255. مش هو بيبعت الابديت على الادرس ده؟ بعت فيه يا معلم الشبكات بتاعته 2 و3 و4 و5 و6 ومزبق مود المترك بواحد. كانت الشبكه دي عنده بزيرو خلاها بواحد، كان دي بواحد عنده خلاها باتنين. طيب استقبل ريسيفنج فيرجن 1 ابديت من جاره اهو. ريسيفنج يعني استقبل اهو، ده سيندنج، كل ده سيندنج اهو، ريسيفنج اهو، تمام اهو. شوف كل حاجه الرب بيعملها عمال يبعتها لك، وهو بيبعت وهو بيستقبل. مش احنا خدنا امبارح يا عم بياخد الجدول بتاعه ويزود المترك بواحد قبل ما يبعتها؟ ايه يا عم باز؟ ها هم لسه يا عم فوقش بس اهو. قال لك بقى يا معلم الرب ده لو انت سبته شغال كده ده بيدمر الريسورسز بتاعه الراوتر، فلازم بعد ما تخلص الديباجنج وتعرف المشكله فين تقفل الكوماند. ليه؟ لان ده عمال يطلع لك ريبورت، الريبورت ده عمال يترمي في الرام فهيحجز مساحه من الرام، بروسيسنج شغال عندك تمام كده، فالراوتر بتاعك الريسورس بتاعته محروقه. طب ممكن نبعته على ممكن ممكن، بس انت بعد ما تخلص الديباج ده اقفله. حتى لو بعته على السيرفر لو كان دلوقتي ما خلاص يا عم، انا ممكن اخد كوبي واحطه على السيرفر ماشي، بس انا خلصت دلوقتي وعرفت المشكله، اقفل بقى الديباج. انت عايزه في ايه؟ انت عايزه يتنيك كل حاجه بيعملها يبعتها لك ليه؟ انت خلاص حليت المشكله تمام، بس عطل او حاجه هنخش نفعله وخلاص ونشوف وتعرف وخلص وقفل. طب نقفله ازاي؟ نو ديباج اي بي ريب. لا ده كمان في ديباج على الراوتنج تيبل، يعني انا عايز اعرف لما شبكه تنضاف يطلع لي بها رساله، لما شبكه تنشال يطلع لي بها رساله. هنا بقى مش هنراقب الريب، هنراقب مين؟ الراوتنج تيبل. نعمل ايه؟ ديباج اي بي روت، ديباج اي بي ايه؟ راوتنج تمام. بصوا انا طير لكم شبكه اهو واضيفها تاني، مش فاهم ليه اهو. تعال بص بقى هو قال ايه دلوقتي. تقرير طالع من الراوتنج تيبل، الانترفيس اللي اسمها 0 على 0 بقت وقعت، وعشان كده احنا شلنا الشبكه بتاعتها من عندنا. طب هل الشبكه دي هتنشل؟ هل الشبكه دي هتنشل؟ شو اي بي روت لسه قدامها 180 وبعد كده تبقى 240. الله يكرمك، وبعدين 240 ثانيه وبعدين تنشال. وبعد تمام؟ ولو جت في الفتره اللي فاتت كان لازم هيرجع. طيب لو انا رجعتها تاني، بصوا رجعتها تاني اهو. انا مراقب مين؟ الراوتنج تيبل اهو. جيت رجعتها تاني اهو. اهو. ودخلت كده دلوقتي، قال لي ايه؟ قال لي في شبكه انضافت. طب انا بقى لو انا مشغل ديباج ريب وديباج اي بي راوتنج وعايز اوقفهم الاثنين في كوماند واحد، انا ممكن اوقفهم الاثنين نو ديباج ريب نو ديباج اي بي ايه راوتنج. عايز توقفهم الاثنين تضربهم الاثنين مره واحده تعمل انديباج اول. يوقف كل الديباجنج لو انت بتراقب اكتر من حاجه. حلو يا معلم؟ تعالى ناخد الكوماندات دي كده نحطها فين؟ في النوت باد. اهو. ينفع كده. الشاشه بتاعتنا اتملت فعشان كده مسح الاولين. ديباج اي بي اي روتينج وديباج اي بي ريب. يا ابن الذين لحق بعت واستقبل حلو الكلام كده. كفر بقى اللي اهو. ماشي. وفي بقى ايه؟ نو ديباج اهو. يعني ممكن اعمل كده نو ديباج اي بي ريب ونو ديباج اي بي ايه راوتنج، وممكن اضربهم الاثنين مع بعض اعمل ايه؟ انديباج اول. بس يا سيدي
يعني اي كوماند من دول شغال اهو. حلو كده. ها في مشكله عند حد لحد الان؟ طيب لو انا عندي انترفيس مش عايز الريب يبعت عليها الابديت بس يستقبل، يعني ايه؟ هو انا دلوقتي لو بعت الابديت على الانترفيس بتاع السويتش دي، السويتش هيستفيد حاجه من الابديت بتاع الريب؟ هو في راوتر هنا هياخد البتاع ويرميها في الاخر وازعج نفسي وازعج الاجهزه هناك لان الابديت بيها برودكاست. لو انا عايز امنع الابديت بتاع الريب ان هو يطلع على الانترفيس دي اعمل ايه؟ المفروض الابديت للراوتر بس. للراوتر بس. فاحنا بنيجي على اليمه اللي فيها سويتشات ونقفل من عليها الابديت. يعني هو الريب بالنسبه لي الابديت ان الراوتر ده شغال والراوتر ده شغال بس. اه كل شويه كل شويه كل شويه. لا هو كده كل 30 ثانيه. اه بيبعت بياكد ان الراوتر ده اللي شغال اللي بعده. ما بياكدش. بيبعت صوت بس. بياكدش بيبعت الشبكات اللي عنده للراوتر اللي جنبه. بس. ببعت انا عندي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7. اه لو 7 وقعت ما بعتهاش لك تاني. ما بعتهاش لك تاني. فانت تقعد 180 ثانيه وتشيل. بس دي وظيفته بس بيعرف الراوتر على الشبكات البعيده عنه. ليه؟ انا هبعت لك اللي عندي وانت تبعت لي اللي عندك ونقعد نبدل مع بعض. بس طريقه الكوميونيكيشن افضل من الثانيه طبعا. طيب لو عايز بقى اوقف الابديت انه يطلع من هنا من زيرو او زيرو على واحد اعمل ايه؟ دي حاجه عندنا اسمها باسيف انترفيس. بعمل كده كونفيجر تيرمينال راوتر ريب باسيف انترفيس. يا ريت ما تبعتليش ابديت على السيريال الفاصل زيرو على زيرو ولا على الفاصل زيرو على كام؟ لانه هيروح للسويتش والسويتش يعمل بهم حاجه. بس الباسيف انترفيس يا معلم بتمنعه ان هو يبعت بس لو الراجل حط راوتر يستقبل. يبقى الباسيف ايه؟ بتمنعه ان هو يبعت بس لو الراجل حط راوتر يستقبل. طب لو عايز امنعه يبعت ويستقبل ما اكتبهاش في كوماند النتورك اساسا، مش اكتب النتورك بتاع الفاصل زيرو على زيرو. حلو كده؟ فيمنعه يستقبل ويبعت كان الريب مش موجود عليه. يبقى ناخد ده كده كوبي ونحطه في النوت باد. بيجي لك في الامتحان يستقبل منه. بيجي في الامتحان بيقول لك انا عايزك تتاكد لي الباسيف انترفيس مكتوبه ولا لا، يعني الراجل ده عامل باسيف انترفيس ولا لا، او في مشكله عندك في النتورك وعايز تشوف ان في باسيف انترفيس ولا لا. بتاكد ازاي ان في باسيف انترفيس مكتوبه ولا لا؟ من كوماند اسمه شو اهو اي بي بروتوكول اللي احنا شايفينه حالا. كان بيجيب لك ايه الكوماند ده؟ الراوتنج بروتوكول اللي شغال على الراوتر. وكمان بيجيب لك يقول لك لو في باسيف انترفيس مكتوب ولا لا، لو الكوماند بتاع الباسيف انترفيس شغال ولا لا. اهو قال لي والله هو الريب ده اللي شغال وفيرجن 1 بس يا معلم عليه باسيف انترفيس كام؟ 0 على 0 و0 على كام؟ يبقى انا لو عايز اتاكد ان في باسيف انترفيس معموله ولا لا بعمل كوماند اسمه ايه؟ شو اي بي بروتوكول. يبقى شو اي بي بروتوكولز كمان بيتاكد لي ان في باسيف انترفيس موجوده ولا لا. اهو اهو حلو الكلام كده؟ عرفنا بس الانترفيس في ايه؟ ها؟ حد عنده مشكلة؟ طيب الرب بقى النظر بتاعه. الرب يا معلمين الرب فيرجن 1 اخره 15 راوتر. هوب كاونت 15. اخره 15 راوتر. ما يقدرش يغطي اكتر من 15 راوتر. طب لو عندي شبكه فيها 16، الشبكه اللي بتبعد عن الراوتر ب 16 راوتر ما يقدرش يجيبها. ما يجيبش 16 بس، ممكن
يجيب ال 15 اه بس كده عندك شبكه جوه النتورك واقفه فما تستخدمش الرب اساسا. يبقى لو عندك عدد راوترات اكتر من 15 راوتر ما تستخدمش الرب ولا حتى البرجنتو. تمام كده ولا حتى البرجنتو. حلو. طيب نوعه ديستانس فيكتور راوتينج بروتوكول. تاني امبارح عمال توجع لي دماغي وتقول لي ديستانس فيكتور ديستانس فيكتور ديستانس فيكتور. يعني ايه كلمه ديستانس فيكتور؟ ديستانس يعني مسافه، فيكتور يعني اتجاه. تمام كده نورت المحكمه. يعني ايه برضو مش فاهم؟ ديستانس يعني الراوتر ما بيعرفش عن الشبكه غير ان هي بتبعد عنه بقد ايه. الفيكتور يعرف بس اخرج الباكت من انهي فتحه عندي. يعرف ايه اللي في النص؟ ما يعرفش. انا اعرف ان الشبكه اللي ما بين مصطفى ومحمد بتبعد عني 3 راوترات. اعرف الباندويتس اللي في النص ولا اعرف اي معلومات عن الروت طريق؟ لا. فكل راوتر يا عم محمد يعرف معلومتين اتنين على الشبكه. بتبعد عنه بقد ايه؟ واروح لها عشان اروح لها اوصل ازاي؟ انتوا عارفين ديستانس فيكتور ده عاملين زي مين بالظبط؟ هم بتقصدكم كده بيشبهوها لمين؟ زي ما يكون رضا طالع بعربيته ورايح من هنا لبني سويف. ورضا ما راحش بني سويف قبل كده. فالمعلم ماشي ورا ايه؟ ورا اليفط اللي على الطريق. فالباكت عند محمود، محمود عارف ايه؟ محمود يافط. عارف ان الباكت ان الشبكه اللي الباكت دي رايحه لها بتبعد عنه 3 راوترات على الديستانس. وعشان تطلع من عند محمود تخرج من ايده اليمين. هتقابلها ايه في السكه؟ ما يعرفش. الباكت تروح لرضا اليافطه الثاني. عارف ان الشبكه بعيد عنه راوترين. وعشان تطلع من الفاست بتاع ده الفيكتور. اللي هو الاتجاه اللي هو الاكزيت انترفيس. الديستانس بعرف الايه؟ المتر بعيد عني كام راوتر. فكل الراوتنج بروتوكول. ايه؟ الاقل. الاقل عدد راوترات. يبقى الراوتنج بروتوكول اللي شغالين بمبدا الديستانس فيكتور يا محمد ما بيعرفوش اي حاجه عن الشبكه غير معلومتين. هي بتبعد عني كام راوتر وعشان اوصل لها اخرج الباكت من انهي فتحه من الفتحات بتوعي. وعشان كده بيقولوا عليهم انتوا شغالين باي رومر بالاشاعات. الناس بتوع اللينك ستيت انا شغال بالاشاعات. الشبكه بتاع بني سويف بعد 200 كيلو عشان تروح لها خش يمين. ما يمكن بعد ما يمشي ال 200 كيلو يروح ما يلاقيش بني سويف. كان حد حاطه اليافطه. صح؟ ده بتوع مين؟ بتوع الايه؟ اللينك ستيت بتوع الناس الثانيه اللي احنا هناخدهم المبدا الثاني. انما بتوع الديستانس فيكتور ماشيين بالرومر بالاشاعات. بتوع اللينك ستيت بقى يا معلم لا. ده ناس معلمين بيقعدوا يبنوا خريطه عن الشبكه كلها الاول. كانك انت ماشي ومعاك جي بي اس. فعارف كل المعلومات عن الشبكه بس دي مشكله ومشكله. عشان ابني خريطه وابني معلومات كتير الراوتنج بروتوكول بيدمر الراوتر بروسيسنج ورام. مش دي معلومات كلها متخزنه جوه الراوتر وكلام نقعد نتكلم مع بعض عشان اعرف الانفورميشن بتاع الشبكات اللي ما بينكم. تمام؟ فعموما الرب شغال في مبدا اسمه الديستانس فيكتور وما بيجيش في الامتحان وكبرنا. تمام؟ الديستانس فيكتور بيجي يقول لك الرب ديستانس فيكتور ولينك ستيت. لا ديستانس فيكتور خلاص. اللي عمل الديستانس فيكتور او الالجوريزم بتاع الرب واحد اسمه بيلمان. بيلمان فورد ده الراجل اللي عمل الايه؟ الالجوريزم بتاع الرب. الرب الادمنستريتف ديستانس بتاعته كام يا معلم؟ قلناها البريورتي بتاع الرب كام؟ 120. المترك بتاع الرب بيحسب المترك بناء على ايه؟ الهوب كاونت. صح كده؟ المعادله بتاعته هوب كاونت احسن طريق بالنسبه له اقل عدد من الراوترات. مشكله الرب ان ما عندوش اوثنتيكيشن. يا عم ده من السبعينات اوثنتيكيشن ايه؟ يعني ايه اوثنتيكيشن؟ يعني لما يجي الراوترات ده بتبعت لبعضها الابديت كل 30 ثانيه. اهي اهي الراوتر ده يبعت الشبكات بتاعته لده كل 30 ثانيه. للاسف الابديت اللي بيطلع من هنا نو انكريبتد مش شفر. فلو في حد هنا بيكابتشر الباكت ديت يا محمد هيقدر يفك التشفير ويقدر يقرا ايه اللي في الرساله. هو مفيش تشفير اساسا. كل الراوتنج بروتوكول اللي بعد كده طوروا الموضوع ده فيها وخلوها بتقبل باسوردات. اروح احط باسوردات على كل الراوترات فمحدش يقدر يفك او يفهم الابديت غير اللي معاه الباسورد.
الراوتر اللي عنده الباسورد هو اللي يقدر يقرا الابديت. تمام. فبيقول لك نو اوثنتيكيشن. ايه تاني الرب؟ عندنا حاجه اسمها كلاكس فول. يا سلام. راوتينج بروتوكول. ركز بقى في الحته دي قوي، وده اللي قضى على الرب. كلاكس فول راوتينج بروتوكول. يعني ايه كلمه كلاكس فول راوتينج بروتوكول؟ لا لا لا، ما خدناهاش والله. يعني ايه كلمه كلاكس فول قبل كده؟ ما خدناهاش. ماشي. ايه بقى القصه؟ بص كده، تصوروا لو انت هنا عندك ورا الراوتر ده شبكه مكتوب فيها 192 168 10/4/26، وفي شبكه تانية 192 168 1/64/26، والراجل ده عايز يبعتهم لجاره اللي جنبه اللي شغال ريب. الريب فيرجن 1 معنى كلمه كلاكس فول معناها ان هو لما بيجي يبعت الابديت ما بيبعتش معاه السبنت ماسك بتاعه. يعني لما بيجي يبعت الشبكه لجاره بيبعتها من غير سبنت ماسك. اصل زمان يا محمد ما كانش عندهم سبنتنج للاسف، فكانت الدنيا كلها سلاش 8 لا اما سلاش 16 لا اما سلاش 24. فكلمه كلاكس فول معناها ايه؟ ان هو ما بيفهمش سبنتنج، ولما ابعت لك الشبكات بتاعتي هبعتها لك من غير السبنت ماسك، وهتوقع ان انت فاهمها لان احنا ايه بتعرفها من اول رقم من الواحد ل 127 كلاس A يبقى سلاش 8، من 128 ل 191 كلاس B سلاش 16، من 192 ل 224 او 223 كلاس C. فالراجل كلاكس فول معناها دونت، لما اجي لك في الامتحان سند اصابنت ماسك كل حاجه مكتوبه اهي ويز ايه ويز اتس ابديت. لما بيجي يبعت الابديت بيبعته ايه يا معلم؟ من غير السبنت ماسك. ازاي يعني؟ ازاي؟ بص كده، ادي الرساله بتاع الابديت بتاع امبارح اهي، مكتوب فيها ايه؟ انا عندي شبكه اسمها 192 168 واحد زيرو اللي هي الشبكه دي، مفيش مكان لل 26. خلاص هو كده بعت الشبكه، هي كانت بمتر كام عنده؟ بزيرو، خلاها بواحد. طب هبعت على ادرس كام؟ فاكرين 4255. توم الباكت دي طالعه لمين؟ من هنا راح للراوتر اللي جنبه ده. يوم الراوتر ده سمع الباكت دي منين؟ من السيريال 0 على 2 على 0. يقول له ايه؟ والله انا عندي شبكه جات لي من الراجل اللي جنبي اسمه 10. طب دي شبكه كلاس كام؟ كلاس سي، يبقى خزنها عندي 16/24. واحنا اصلا ما عندناش شبكه 16/24 خالص، وجالي من السيريال كام؟ بص يا محمد، العك اللي بيعكه، ما هو اصل انت بتحط الريب فيرجن 1 في حاجات جديده هو ما كانتش موجوده على ايامه. سبنتنج ما كانتش موجوده على ايامه حاجه اسمها 26، فما كانوش عاملين حسابهم ان هم يحطوا مكان في الابديت يحطوا فيه سبنت ماسك. طيب عايز يبعت الشبكه اللي تحت دي، ماشي اهي اهي 1 255 255 255. استنى بس يا عم، راح جاي بعت للراجل ده اهو، جات له. انت جاي منين يا ابني؟ من 192 168 بس دي كلاس سي، يبقى واحد ما فيش حاجه اسمها 64 في كلاس سي، 10/24. هيشوفوا من الاثنين شبكه واحده، يبقى كلاكس فول يا ولاء معناها ان الرب لما بيجي يبعت الابديت بتاعه ما بيبعتش مع الشبكات اللي بيبعتها سبنت ماسك. طب هو الراجل التاني اللي بيستقبل شبكه بيعرفها منين؟ من الكلاس. وعشان كده سموه كلاكس فول، ان هو الشبكات عنده ما عندوش غير سلاش 8 سلاش 16 سلاش 24، ملتزمين بالكلاس، عشان كده بيسموه كلاكس فول. وده حصل له كارثه. انا دلوقتي هقلب الشبكه اللي عندكم دي واخليها كلها فيها سبنتنج عشان نلخبط الريب، وبعد ما نلخبط الريب بنشيله ونحط ريب فيرجن 2 يحل المشكله. ها عرفتوا انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل ايه؟ هغير الشكل، الشبكه كلها هخليها فيها سبنتنج، مش هخليها كده كلاس سي مش معمول فيها سبنتنج، وسلاش 30 وسلاش 24 واقوم حاطط فيها الريب فيرجن 1 واشتغل يا معلم بقى. مش هيعرف بقى يشتغل، هيعوق. نشيله ونحط ريب فيرجن 2. تمام؟
الريد فيرجن 2 بقى والراوتنج بروتوكول الجديده بيبعتوا الابديت، بس اي شبكه بيبعتها بيبعت معها مين؟ السبنت ماسك بتاعها، سواء كان بقى سلاش 30 ولا سلاش 26 ولا 27 حسب السبنت ماسك بتاع الشبكه. الناس اللي بتعمل كده يا ولاء بنسميهم كلاكس كلاسلس راوتنج بروتوكول. اهو يبقى الناس الجديده كلها بيسموهم ايه؟ كلاسلس. يبقى احنا عندنا الراوتنج بروتوكول كمان تقسيمه ليه. الراوتنج بروتوكول التقسيمه الاولانيه كلاكسفول، اهو كلاكسفول زي الريب فيرجن 1، زي راوتنج بروتوكول كان موجود زمان بتاع سيسكو اسمه الاي جي ار بي. تمام. كلاسلس، كلاسلس يعني بيبعتوا بايه؟ مع الابديت السبنت ماسك. شكل مين؟ شكل الريب فيرجن 2، شكل الاي اي جي ار بي، التحسين بتاع الاي جي ار بي. بس يا سيدي حلو الكلام كده لحد دلوقتي؟ حلو الكلام. نقفل الفيديو دوت ونعمل فيديو جديد اهو.